من وين بدنا ناكل اليوم؟ اليوم مشوارنا هو على عبد الله تراسز. انا عرفتكم باول مره نزلت فيديو لالون عن السانسيت فايبز اللي عندهم اياها كل ويكند. هلا رح اعرفكم على اللوكيشن كامل وعلى الاكل يلي هن بيقدموه. ويلا سوا نبلش نعمل برمتنا بالشاليات. عندهم 9 انواع مختلفة من الشاليات اللي رح نبلش نشوفهم هلا لحتى يقدروا يناسبوا كل احتياجاتكم. شاليه رقم 7 في معها تراس صغيرة قدامها، وهيدي بتتألف من اوضة نوم، اوضة قعدة يلي بيصيروا كمان بيتس، وبتتألف من دبليو سي وكيتشنات. شاليه رقم 6 فيها اوضة نوم وصوفة واحدة بس، وكمان مع كيتشنات والحمام الخاص لإله. شاليه رقم 5 كمان بتشبه شاليه 6، وهيدا التواليت اللي تابع لإله. كل الشاليات في بقلبهم شوفاجات للي بحب يطلع بالشتوية، وبالصيفية فيها كمان مراوح للأيام اللي بيكون فيها شوب. شاليه رقم 4 في تراس كتير كبير قدامه، وتراسين بعد رح نمرق ونشوفهم بعد شوي، مؤلف من أوضة نوم مع كراسي ما فيهم اكسترا باد ولا فيهم كاوتشز بصيروا باد. هيدا التانية ميلة في تراس صغير إذا بتحبوا تقعدوا فيها، وكمان في هيدول التراسين يلي بيجوا حدا إذا في أي gathering، birthday، bachelor أو حي لشي تاني kind of private بيكون لهيدا البنغالو. والفيو من هيدا التراس كتير حلو بيطل على الوادي كله. أما بالنسبة لتالت شاليه هو الأنتري تبعه كتير حلوة، وكمان معه تراس صغيرة قدامه. مثل أغلبية الأوض يلي مرقنا عليهم هن مقلفين من وان بيدروم، فيها تخت وفيها كاوش بتصير كمان بيد. أما الشاليه التانية فهي تيبيكلي مثل أول شاليه، الفرق الوحيد إنه عندها شباكين بيطلوا على الفيو تبع الجنينة. اتنيناتن عندهم تراس صغير قدامهم. شاليه رقم 1 هو رويال شاليه، كتير كبير واجمالا بيتاخد خصوصا وقت يكون في هانيمون، ومعه كمان التويلت الكبير تبعه. وهيدا التراس اذا كان في اي جاذرينج عندكم، كمان اي برايفت ايفنت. وهلا قبل ما نكفي ونشوف اخر 2 شاليات عندهم ياهم، بدي فرجيكم شوي اللوكيشن قديش حلو وقديش محلات خضار وفيكم تكونوا عم تقعدوا فيها. اخر شاليتين عندهم لاند فيو، كمان اتنيناتن عندهم تراس صغير قدامهم. شاليه رقم 8 مؤلف من وان بيدروم مع وان كاوتش اللي كمان بتصير اكسترا بيد، كيتشنات وتويلت. ويلي مميز بهيدا الشاليه انه فيها الفاير بليس كتير حلوه تتاخد خصوصي بفصل الشتاء. اما اخر شاليه عم نشوفها هي اكتر خرج فاميلي، فيها كيتشنات، تويلت تبعها منفصل عن الشاور، وفيها اوضتين نوم، اول وحده ماستر والثانيه هي تو سينجل بيدز مع وان كاوتش اللي كمان بتصير صوفا بيد. يلي ما خبرتكم اياه عن عبد الله تراسز انه الخضره يلي بيستعملوها بالاكل كلها من جابه من الارض يلي عندهم اياها، بيزرعوا كل شيء وبيستعملوه بالاكل، كل شيء اورجانيك. واحلى من هيك كمان انه عندهم مزرعه، كل شيء لحمه وجبنه وحليب ولبن، كل شيء بنجاب من هيدا المزرعة يلي عندهم اياها. البول يلي عندهم كتير حلوة، وكمان هي انفينيتي. اكيد فيكن تطلعوا وتقضوا نهار على البيسين، كمان فيكن تكونوا عم تحجزوا البول لأي برايفت ايفنت انتو حابينه. هون عم نشوف تراس تاني وهيدا تراس تالت موجود عندهم كمان ليقدروا يستقبلوا اكتر من ايفنت بنفس الوقت. وهلأ رح اعرفكن على المطعم. المطعم هو عبارة عن outdoor setting بالشتوية، بيتسكر وبيتركب دفايات لحتى تبقوا عم تتمتعوا بهدول المناظر الحلوة البانوراميك كيف ما برمتوا كنتوا قاعدين. كتير حبيت فكرة انه الموظفين اللي عندهم كلهم طلاب جامعات، ويلي بيطبخوا اغلبيتهم ستات بيوت، يعني عم تاخدوا احلى سيرفس مع اطيب لقمة وفيو ولا اروع. الاكل على البوفيه متنوع لحتى يرضي الكل، وفي من كل شيء، من اللحم النية، كوسة مشوي، كمان مع تبولة، حمص، برغل عبندورة، فتوش، ورق عريش، بطاطا مقلية، وسلطات متنوعة. بدي ارجع اذكركن انه كل الخضرة يلي عم تشوفوها هلأ بالفيديو من الجنينة يلي مرقنا عليها من شوي. اكيد اذا حابين تحجزوا اسألوا عن المنيو وشوفي بقلبه كل جمعة. بالنسبة للصحون السخنة كان في ملوخية،
مع رز وأكيد حد داخل وبصل وخبز محمص. كب بلبن واللازانيا وهول المقانة. اللازانيا كانت كتير طيبة، ولا مرة بحياتي ضايقة لازانيا طيبة قدها. وهون عنا الرابس اللي هن كفتة، فاهيتا، جبنة، وفي كتير أشياء تانية. والنهار اللي نحنا كنا فيه فوق كانوا المشاوي طاووق وجوانح. الأكل كان كتير طيب، وإن شاء الله أمي ما تكون عم تحضر الفيديو، بس بعض الأكلات حتى أطيب من اللي هي بتعمله. ولا دسير كان في شوكليت كيك مع قمر الدين على وجهه، سلاد فروي، كمان كان في حلاوة الرز، هيدا كانت ماي فيفورت صراحة، تارت، وكمان عسملية. كل هيدا البوفيه بس $30 على الشخص، والشاليات ببلشوا $180، وانترنس البول بس $10. اكيد بنصحكم تطلعوا عبدالله تراسز.